المتحف. المتحف هو أنا نحن في التعليم الجديد. زي ما بتعرف الجنوب هي عندها ثروات يعني كثيره جدا، ثروات كثيره خالص يعني ما مستغله، محتاجين لدعم السودان عشان نحن نستغل هذه الثروات. مثلا البترول، هي البترول الان متوقف تماما في ولايه الوحده، نحن عايزين دعم السودان عشان نعيد تشغيل هذه الحقول بسرعه، نعيد تشغيل هذه الحقول بسرعه عشان تدعم الاقتصاد في الجنوب وفي الشمال. الآن الجنوب مستهدف، انتوا خلالتوا مهرجين ناس من الاستهداف، انتوا لو ملاحظين الأمريكا ذاته they have relaxed، يعني ما بقى مشددين عندكم زي زمان، لكن الان هم اللي قالوا العالم اللي قالوا محل جديد، محل جديد هي جنوب السودان. الان جنوب السودان مستهدف، وانتم سميتوا قرار 23/4 23/04 ده فيها تعدي واضح للسياده القوميه بتاع جنوب السودان. بالتأكيد دولة الجنوب ودولة شمال السودان عانت كثيرا من الحرب التي اندلعت بعد انفصال الجنوب، وأنا في رأيي أن التطمين الذي قاده النائب الأول يؤكد على أساس أن مشكلة الشمال والجنوب ربما يتم حلها من خلال فتح المعابر، من خلال تدفق النفط.